زرنا ضمن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدريس دراوي الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان. تنظم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومن ضمن أنشطتها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه الندوة الحقوقية من أجل أولا دراسة ومناقشة الوضع الحقوقي في المغرب على المستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما عرفته الساحة الوطنية هذه السنة من تراجعات كبيرة وضرب للقدرة الشرائية وغلاء الأسعار وكذلك قطع الأرزاق ديال المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد فقد أوصت الرابطة بتقديم دعم وبتقديم تعويض للمواطنات والمواطنين عن الفقر وكذلك في الحقوق السياسية والمدنية حيث عرف المغرب احتقانا كبيرا جراء فرض جواز التلقيح والعديد من المراسيم ومن القوانين الجائرة كفرض السن على الطلبة والطالبات في الولوج إلى مهنة التعليم والعديد من التراجعات الأخرى. الشيء الذي لا يمكن إلا أن نصف الحالة الحقوقية في البلد بأنها حالة سوداوية ومتراجعة وتتجه نحو السيء. شفنا أنه كانت واحد المسيرة احتجاجية أمام مقرنبة الوزارة التربية الوطنية وكانوا اعتقالات يعني في صفوف الأساتذة الحاملين الشهادة. يعني شنو رأيك في الاعتقال ديالهم؟ أولا هذه الاحتجاجات نتيجة قرارات سياسية ليجد المواطن نفسه في مواجهة قوى الأمن مع كل الأسف القرارات الحكومية تتصف أولا بالشطط في استعمال السلطة وتتصف بالعشوائية وعدم دراسة الواقع المغربي حيث الآلاف من الشباب فوق سن 30 يعانون العطالة وبالتالي أن تفرض نموذجا للامتحان لا يراعي الشباب المغربي فما على ذلك الشباب إلا الاحتجاج للمطالبة بحقوقه الدستورية وحقوقه العادلة والمشروعة. مع كل أسف المقاربة الأمنية في معالجة هذه الملفات تؤدي إلى اعتقالات وإلى إصابات في صفوف المحتجين وهذا لا يزيد إلا تأكيد على أن المغرب يتراجع في احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولي. عبد الرزاق بونبور المنسق السابق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أشارك هذا اليوم في ندوة وطنية تنظمها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمناسبة 10 جانفير اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ذكرى 73 قراءة في مسار الحقوق بالمغرب، قراءة كذلك في مسار خاص متعلق بالوضع الحقوقي في ظل الحجر الصحي بالمغرب منذ انطلاقه ما يقارب سنتين إلى الآن. واعتقد أن هذه المرحلة تحتاج إلى قراءة متميزة من منظور أنها الأكيد أنها ستخلف ندوبات على المستوى الحقوق والحريات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. نحن لا نتعامل مع هذه القراءة بمنظور أننا نشخص فقط ولكن نقدم حلول من معطيات مختلفة أهمها أنه أنا على المغرب أن يراجع دستوره وأن يضمنه حالات الاستثناء والتي من بينها الحجر الصحي الذي وقع في الفترة الأخيرة. بالنسبة لارتفاع الأسعار هو جزء من الحقوق الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والثقافية. عندما نتحدث عن ارتفاع الأسعار فهو مرتبط بما وقع في هذه الفترة. أكيد أن ارتفاع الأسعار ساهم في تدني القدرة الشرائية للمواطنين، ساهم كذلك في تراجع مؤشرات الاقتصادية بالمغرب، ويطلب من الدولة المغربية بدل أن ترفع الأسعار أن تقوم بإيجاد حلول جديدة لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وأن ارتفاع الأسعار لن يكون حلا لمعالجة القضايا والإشكاليات المرتبطة بالجانب الاجتماعي والاقتصادي في المغرب كما هو الحال في الجانب المتعلق بالحقوق والحريات. قمع الحريات والاعتقال السياسي ومجموعة من الخروقات التي طالت المواطنين في الفترة الأخيرة الأكيد أنها لا تناسب وضع المغرب الاعتباري الذي كان كلنا نعتقد أن المغرب قد أقلع وقطع نهائيا مع زمن سنوات الجمر والرصاص. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.